طيب النهاردة هنشتغل على حاجة بسيطة قوي وحاجة فاني قوي وحاجة انا بحبها جدا، اللي هو انت بتعمل فرق واحد بين رسمتين بيغير المعنى تماما. خلينا نرسم واحد وش بيضحك ووش بيعيط، ولكن الفرق بينهم في حركة واحدة بس. تعالى بس الاول ايه نرسم الوش، وتعالى برضو نراجع مع بعض رسم الوش. طبعا انت معاك ورقة وقلم، المفروض لان احنا في سلسلة ارسم معايا دي، انت المفروض ان انت بترسم معايا. تمام، انا ممكن ارسم الوش عبارة عن مربع او مستطيل، يعني انا هعمل دمج لشكلين هندسيين. يلا نرسم هنا كمان مربع، يعني عشان نبقى نرسم ايه الوشين في نفس اللحظة. وهعمل من تحت مثلا دايرة، اجي مثلا من عند الجزء الاخير كده من المستطيل ده واعمل دايرة، اعمل دايرة. طبعا مش هيطلعوا تيبيكال ولكن نفس الفكرة. بقول لك ايه، انا مش هعمل الاتنين في نفس الوقت، انا هعمل واحد بس علشان ايه تبقى مركز معايا كده ونبقى مركزين احنا بنعمل ايه. ده مش مشكلة نبقى نعمله ممكن حتى على السريع، لكن بدل ما نعمل خطوتين مع بعض. طيب انا دلوقتي دمجت شكلين، الشكل المستطيل والشكل الدائري في النص، بقى عندي شكل الوش اتقل بقى عليه من بره. بص انا بتقل بزيادة علشان يعني يكون واضح عندك، علشان الاضاءات دي بتخلي القلم الرصاص مش واضح قوي. بعد كده هنحبر بالقلم الاسود، متقلقش. تمام، طيب انا زي ما اتفقنا قبل كده ان انا ازاي بحدد بقى الملامح ومكانها في الوش، بعمل علامة الزائد اللي في النص دي، على فكرة بتظبط لي الدنيا جدا. يعني انا لسه شايف فيديو لاحد المشاهير، هو ما بعرفش يرسم، مش رسام يعني، بس اديله ورقة وقلم كده وبيرسم اي حاجة، فرسم اي حاجة ولكن كان فيها يعني، طبعا قعدوا يضحكوا بقى ان هو ما بعرفش يرسم والرسمة طلعت مش مظبوطة، هو رسم وش كاريكاتيري ولكن كان فيها شويه تظبيطات. يعني عارف انت ايه، لو بس قلنا له لا خلي بالك الحاجب بيبقى فوق العين بالظبط، الودان بتبقى في نفس محاذاه العين، إيه لو استخدمت خط اللي هو علامه الزائد دي، الخط اللي بطوله والخط اللي بالعرض، هيظبط له الرسمه وهتبقى رسمه تانية جدا. فلذلك هي بتفرق جدا مع الناس، خصوصا ان هم مبتدئين او لسه يعني ما عندهمش فكره عن الرسم. يعني إيه عند علامه الزائد، العلامه الخط اللي بالعرض ده انا برسم عليه العينين، تمام، والخط اللي بالطول ده برسم عليه بقى ايه المناخير في النص. طبعا الخط اللي بالطول ده اللي بيقسم الوش، يبقى اليمين زي الشمال بالظبط. بس انا هرسم بقى ايه الحاجب، الحواجب كده 8 اللي هي زي اللي عارف ايه اللي هي نازله من النص مرفوعه ومن الاطراف نازله لتحت، وادي العين هعملها مغمضه لان انا هعمل نفس الموضوع هنا برضو. وادي المناخير في النص، المناخير بعملها عبارة عن زي ايه يعني زي مثلث كده مش مكتمل، او اعمله مكتمل لو انت عاوز، بس يعني انا بحب دايما يبقى ايه في جزء هو الخط فيه تخين وباين والخط التاني مفيش، لان طبعا المناخير مهما كانت برضو هي جزء من الوش، فهي جاية لازق في الوش يعني مش حاجة احنا مركبينها فيها. وفتحتين المناخير من تحت، تمام. طيب انا هعمل بقى الفرق في ايه بقى في البق بقى وهو بيضحك، يعني الراجل ده بيضحك، تمام اهو، عارف انا برسم البق بقى اللي بيضحك زي ايه زي هلال كده باصص لفوق، وادي الاسنان، نعمل له اسنان كمان، وادي الودان اللي بتبقى في نفس محاذاه العينين، هعمل برضو هنا الودان. تعال بقى نعمل له ايه شعر كده برضو عشان ما يزعلش، نعمل له مثلا شعرتين فوق كده. انا بحاول اخلي الراجل ده شبه ده علشان الفرق اللي هيتعمل هيغير المعنى تماما، فانا عاوز ابين ده. ثواني بس ايه اظلل
العمق بتاع البق ده مهم جدا عشان يبقى شكله ما يبقاش مشخبطات كده. انا ممكن عندي ألم التسيح، كنا اتكلمنا عنه قبل كده، فممكن والله نستخدمه في حالة زي دي، يعني يسيح لنا بقى الايه الشخبطات اللي هي جنب بعضها دي. ألم التسيح ده بيجي من اي مكتبة، اسمه ألم تسيح او ألم تسيح او في ناس بتقول عليها جوم التسيح تقريبا، كنت جايبها برضه عشان اجربها، فبتسيح لك الدنيا كده على بعضها. هو عبارة عن ورق ملفوف، يعني القلم ده عبارة عن ده ورق مضغوط في بعضه كده ومبري في شكل بشكل القلم كده علشان يجيب لك الزخانيق وكده. فيه طبعا منه مقاسات، ده الصغير بتاعه، ده كبير، ده صغير قوي. انا كنت شاري التلات مقاسات دول مع بعض كده، كانوا في عبوة واحدة. تمام، يعني ايه بتظلل لك الدنيا كده على بعضها، بتسيحها على بعضها. خلاص كده خلصنا من الراجل اللي بيضحك، تعالى للراجل اللي هيبقى فيه الفرق بقى في خطوة واحدة، اللي هي ايه البق ده بدل ما هو هلال باصص لفوق هخلي الهلال باصص لتحت. والاسنان ابينها من تحت اكتر ومن فوق برضو شويه. تعال بقى نظلل برضو عمق البق وبعد كده برضو نسيحه، بس هعمل بقى الكلام ده في السريع. وانا ما كنتش محدد ان احنا نشتغل بقلم التسيح، بس هو علشان بقى ايه يعني حاجة كده اترمت في ايدينا واحنا بنشتغل، فقلت اجربه معاك، لان يعني ايه فرصة برضو ان احنا نتكلم عنه ونشوف بيعمل ايه وهل بيحدث فارق فعلا في الموضوع ولا لا. وهنشتغل بيه الوقت شوية حاجات، بس يعني ايه بعد الفكرة الاساسية من السكتش اللي احنا بنشتغل بيه. تمام، اعتقد كده الفرق بقى واضح جدا ما بين واحد بيضحك جدا وواحد بيعيط جدا. طيب تعالى بقى نشتغل على، احنا كده خلي بالك احنا عملنا فرق في حاجه بس، ان هو البق بدل ما هو هلال كده باصص لفوق لا خليناه هلال باصص لتحت. نعمل بقى شويه ايه تفاصيل بقى بتاعت ايه الوش ده، هنخليه بقى ايه يعني مكرمش وشه بقى من الحزن، تانية الخد اللي جاي من عند المناخير كده وتحت، ده ممكن نعمله وشه من اللي هو بيضحك. فانا عملت هنا التانيات بتاعت الخد دي ايه مرفوعة لفوق انما دي نازلة لتحت. في ايه كمان ممكن، بس يعني عشان بس من افوار شوف الموضوع ونخرج بره الليلة خالص. هنظلل بس شوية، ممكن مثلا نزود لده شوية دموع. تيجي بقى ايه نلعب بقى لعبة ملوش لازمة دلوقتي. نظلل مثلا الراجل الطيب ده اللي بيعيط ده بألم التحبير، ألم قصدي التسيح. ألم التسيح ده هو وانت بتسيح الخطوط دي مثلا مع بعض، فبيعمل ايه زي بيهبب لك كده الجزء ده، فانت ممكن تستخدمه بقى في التظليل كأني ماسك قلم رصاص، بس هو مش قلم رصاص، هو الايه الهباب بتاع اللي انت اشتغلت بيه قبل كده. هو نعم ما بيديلكش نتائج كويسة قوي، بس نجربها مع بعض يعني، ما نقولش لأ. انا حاسس ان انا بعيك بصراحة، ف
معلش مش مشكلة يعني، يعني ما كناش نعك احنا مع بعض هنا. طب يعني نعك فين؟ يعني مين اللي هيستحملنا واحنا بنجرب ولا واحنا بنعمل حاجة غلط؟ احنا مع بعض يعني، وبعد ما حدش فينا غريب، فالحمد لله الدنيا سهلة يعني. في حد بيبيع حاجة في الشارع، مش عارف انت سامعها ولا لأ، فلو سمعنا بقول لك ان في حاجة يعني، عشان بس ما تستغربش وتقعد تقول لي الصوت ده. شوف انا باخد من ايه، خط الرصاص، باخد بقلم التسييح، وقلم التسييح او اسمه قلم الدمج، لانه بيدمج الدنيا زي ما انت شايف كده. مش عارف واضحة عندك ولا لا، بس متهيألي مش واضحة اوي، صح؟ طيب تعالى بقى ايه، نشتغل بالقلم التحبير. يعني في حاجة احنا عاوزين نتعود عليها مع بعض، ان احنا لما نكون بنجرب حاجة ما يعني ما يهمناش بقى ايه الاحسن تبوظ، انا شكلي كده ما انتش هرسم، لا انا بعد كده يعني شوف ايدي دخلت غلط جدا. ف يعني ما انكرش ان انا اتضايقت طبعا ان ايدي اتهزت غلط، بس يعني انا عاوز اتعود ان انا ايه، يا عم انا بجرب وبغلط وبخترع حاجات وكده، يعني ما حدش له عندي حاجة تمام، ودي حاجة أنا برسمها لنفسي. عايزك دايما يبقى عندك الفكرة دي، يعني فكرة إن أنا بشتغل لنفسي وبرسم لدماغي. بمناسبة ترسم لدماغي، أنا عاوز في الفيديو اللي جاي إن شاء الله أحكي لك قصة اتنين أصحابي، يعني هيبين لك الفرق، أو إحنا ليه دايما بنأكد على فكرة ارسم لدماغي. يعني أنا ليه برسم لدماغي؟ ارسم لدماغي دي يعني فكرة، يعني ارسم عشان تستمتع، عشان تتبسط. فدايما يعني حتى لما اجي اكلم حد في الرسم وكده، طب انا ما بعرفش ارسم، عاوز ارسم وكده، فانا باخدها من باب ان احنا بعرفك هوايه حلوه ممكن تحبها او ممكن تشتغل بيها او كده، ومش شرط طبعا شغل، ما تاخدهاش شغل يعني، ممكن كده وانت في شغلك العادي بتستمتع بيها، هيبقى حلو جدا. في الفيديو الجاي ان شاء الله لو ربنا سهل هحكي لك الفرق بين اتنين اصحابي. واحد كان اخد الموضوع في هنا الكرمشة بقى، الفرق هعملها حزينة شوية اكتر بحيث انها تبين الفرق الكبير بين الحالتين وبس كده. شوف انا عايز ازود حاجة، فانا هقفل الفيديو بدل ما اقعد ابوظ.